فخامة الرئيس، السنة اللي فاتت كان معانا رحمة وكان ليها طلب عند سيادتك، أستأذنك نفتكره مع بعض. يا ترى احتفاليتنا السنة الجاية ممكن يحضر فيها أصحابنا من كادرونا باختلاف من الوطن العربي والعالم كله؟ ممكن. أنتم جهزوا وعدوا الدعوات وإحنا نعمل الإجراءات كلها. ولأن سيادتك دايماً بتوفي بوعدك، فالنهاردة إحنا معانا مريم جاية مخصوص عشان توجه كلمة لحضرتك. صباح الورد يا مريومة. أنا مريم حمدان سويدع، عمري 11 سنة، من دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا اليوم سفيرة للطفل، أطمح أني أكون سفيرة لدولتي في المستقبل. أنا جاية أشكر حضرتك فخامة الرئيس على وجودنا أنا وأخواني من دول عربية مختلفة عشان نشارك القادرون باختلاف في مصر باحتفاليتهم اليوم. وأنا حابة أقول أن مصر غالية على قلوبنا ونحبها أنا والشعب الإماراتي. يا مريومة، انتي منورة مصر كلها. تفضلي بقى يا بطلة، قدمي لنا الفقرة اللي جاية. الحين منشوف القادرون باختلاف من مصر والدول العربية الأخرى في أغنية جدا جميلة مع الفنان أحمد سعد. بس استنى يا أحمد، لما أرحب بمريم كويس بعد إذنك يعني. استنى يا أحمد، أولا يا مريم اهلا وسهلا بيكي وبكل اهل الامارات اللي موجودين النهارده وحتى اللي موجودين هناك. واحنا شكرا يا سياده الرئيس، نحن نحبك. واحنا نحبك كتير. واحنا نحبك انا وشعب الامارات. ما شاء الله. شكرا يا مريم، شكرا.